السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد. الفيضانات تجرف شخصا والأمطار الغزيرة تسبب أضرار البنية التحتية في سلطنة عمان. قبل البدء أدعوك للاشتراك في القناة ليصلكم كل خبر. دمرت عدة طرق بمستويات متفاوتة جراء تدفق المياه من سد الصاروج بولاية مدحاء بمحافظة مسندب في سلطنة عمان، عقب تهاطل الأمطار المفاجئة بغزارة في جنوب شبه الجزيرة العربية، حيث اجتاح فيضان مفاجئ منطقة شلالات كان يقصدها الزوار في رستاق شمال سلطنة عمان. وأظهرت مقاطع فيديو للمياه وهي تنجرف في اتجاه مجرى النهر مسببة فيضانات. نعرض لكم هذه المشاهد مباشرة من عمان، وشهدت عدة محافظات في عمان هطول أمطار متفاوتة مصحوبة رياح نشطة ساهمت بشكل كبير في نشاط جريان عدة من الوديان والشعاب. وقد ألحقت الفيضانات أضرارا بعدد من الخدمات الأساسية وممتلكات المواطنين بولاية مدحاء وقرية ليماء في محافظة خصب في ولاية مسندب. وتعامل القطاع الخاص بالدولة على معالجة هذه الأضرار. وفي الختام ندعكم مع هذه المقاطع تظهر لكم ما حدث في دولة عمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.